واسطه دوي الانفجارات محاولين إنقاذ أرواح ضحايا قصف المصابين. ويكافح الأطباء والمسعفون في المستشفى الأهلي المعمداني من أجل علاج عشرات المرضى الذين وصلوا بعد عدة ضربات جوية في مدينة غزة، ومع عدم توفر القدرة على استقبال الجرحى داخل المبنى، يقوم العاملون بالمجال الصحي بمعالجة المرضى على الأرض، وأصبح إنقاذ حياة بعض الوافدين المصابين بإصابات خطيرة مهمة شبه مستحيلة. محسن والله انا ما عارف ايش اقول لك، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ما ادرينا كنا نايمين الا نزل علينا الدمار وما انا عارف الوين، وطلع دار اولاد ابن عمنا ورا الدار، راحت الدار باللي فيها والاولاد، ما انا عارف مين اللي عاش ومين مين. يعني ناس برا وناس جوا مخلية في قلب الموقع، موقع السنافور، تم الاستهداف جنب الموقع بالضبط. هناك اصابات من اولادنا وكانوا موجودين، يعني اللي مخليين برا واحنا بقينا